ايه طقس العرب في السعودية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية. أقدم لكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة من نهار اليوم الأربعاء. نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يصير الطقس غالبا صافي 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الرطوبة 92%، أما الرياح تكون شرقية معتدلة السرعة. بالنسبة للمنطقة الشمالية يصير الطقس مستقر 35 درجة مئوية كحرارة عظمى في سكاكا، عرعر 35 إلى 23، أما تبوك 33 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الغربية جدة طقس صافي 36 إلى 24، المدينة المنورة تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 23، مكة المكرمة 37 إلى 24، أما الطائف 26 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية الباحة تفرق لبعض الغيوم 22 إلى 17، أبها 23 إلى 13، جازان زخات خفيفة من الأمطار 33 إلى 29 مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الدمام 31 إلى 23، حفر الباطن 33 إلى 22، أما الإحساء 34 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الوسطى الرياض طقس غالبا صافي 32 إلى 21، بريدة 32 إلى 20، حائل 32 إلى 18. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.